انت بقى جبت الفرقه ازاي؟ من على الفيسبوك بسهوله كده. ايوه دخلت كتبت فرقه بوتشيلي الايطاليه طلعت لي بقى الفرقه دي الصفحه بتاعتهم، قمت داخل مكلمهم مدير اعمالهم رد عليا بنفسه. ايوه هو بنفسه. قلت له يا ابن عمي ايه الكلمات؟ قال لي كله فل والله. قلت له طب في مصلحه عندنا جاي ولا ايه؟ قال لي تمام. قلت له طب هتاخد كام في السبوبه دي؟ قال لي مش هنختلف يا برنس. قلت له يلا تعال. مدير الفرقه الايطالي قال لك ماشي تمام انا جاي، فقلت له احنا مش هنختلف، قال لك ماشي خلاص انا جاي يا برنس. مدير الفرقه الايطالي قال لك يا برنس؟ اه يا بنت ده راجل صايع ومرقع، مدير فرقه عالميه. طب هي فين الفرقه دلوقتي؟ جايه في المترو. جايه في ايه يا اخويا؟ في المترو. وركبته منين المترو ده؟ من محطه الاوبرا. ايه الغباء ده؟ انا اللي غبيه؟ فرقه اوبرا هتركب من العتبه؟ لا. هتركب من الاوبرا طبعا. اه لا لا سمح الله فعلا. بص يا نادر انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، انا جاي اقول لك ان مستر مكرم صاحب الشركه بيقول لك انجز في كل الحوارات دي عشان الخبير زمانه جاي. قولي له مالكش فيه.